اعتقد الامور لازم تكون واضحه، ومش واضحه عندنا وبس، ده كمان لما تصدر كمان من شخص ينتمي للمنافس بيكون الكلام ايضا له بقى مش موضوعيته، مصداقيته بشكل اكبر، ما يكونش كلام ناس اهلاويه بتتكلم عن النادي الاهلي. تعالوا نشوف الكابتن حماد عبد اللطيف بالامس بعد خروج نادي الزمالك بعد الهزيمه امام شباب بلوزداد، بنقول لهم هارد لك، نشوف قال ايه عن مباراه او قال ايه عن النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. انا يهمني السنه دي، هو انتوا هتذلونا عشان خط بطولتين تخسرونا خمس بطولات؟ اصل دول لعيبه الزمالك السنه اللي فاتت خدنا دوري وخدنا كاس، يا سيدي خدنا دوري وخدنا كاس ده السنه اللي فاتت، انا السنه دي خسران خمس بطولات، ما طلع ما النادي الاهلي كل سنه بياخد بطولات وبيبقى عايز تاني ياخد تاني، ما بقولش لا اصل احنا خدنا السنه اللي فاتت افريقيا ولا خدنا الدوري من سنتين، طب ما انا عايز اكون كده، انا في الدوري العام السنه ده يا طارق، ما انا كنت ماشي كويس، يعني ما حدش عطلك، انت اللي كنت وحش. يعني من ساعه ماتش اسوان والهزيمه بتاعت اسوان وماتشات بعد كده فاركو وتعادل الداخليه وي 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 ما حدش عطلك، احنا اللي بنعطل نفسينا وخسرت المحله، احنا اللي بنعطل نفسينا. يعني ما حدش مثلا ايه، ما حدش هيجيبنا، ما حدش ضايقنا، ما حدش ظلمنا، احنا مش عايزين برضو كل شويه نقول اصل احنا كان لينا مش عارف ايه. لا لا لا. الحكم ممكن يخطئ مفيش مشكله، ممكن يبقى ليك ضربه جزاء تتحسب ما تتحسبش، انا بقول لك بغض النظر بغض النظر عليك ضربه جزاء، بس احنا فين؟ انا كنادي الزمالك فين؟ الحاوي طبعا، حاوي نادي الزمالك كابتن حماده عبد اللطيف، وهو بيتحدث عبر قناه نادي الزمالك وبيتحدث عن جينات النادي الاهلي. النادي الاهلي كل سنه بياخد بطوله، بيبحث عن البطوله الثانيه، النادي الاهلي ما بيحصلش عنده تشبع من البطولات، ولو في فتره من الفترات النادي الاهلي بيحصل عنده تشبع من البطولات بتلاقي جماهير النادي الاهلي على طول فوق المسؤول، لازم لازم لازم، لان جماهير النادي الاهلي ايضا ما بتشبعش من البطولات، دي الهويه بتاعه النادي الاهلي، دي ثقافه النادي الاهلي. ده الكابتن حماده عبد اللطيف حاوي نادي الزمالك وهو بيتحدث في قناه نادي الزمالك، فالكلام بيكون له مصداقيته. الاهم والاجمل في الموضوع لما تيجي تتكلم عن صداره جدول الدوري النهارده كنادي اهلي وتلاقي الكابتن حماده عبد اللطيف على عكس البعض من المنتمين لنادي الزمالك يقول لك احنا ما حدش عطلنا، احنا ما حدش كلمنا، احنا ما حدش هاجمنا، احنا ما حدش ظلمنا، احنا اللي عطلنا نفسنا. فحتى وانت بتتحدث عن استحواذك وسيطرتك على الدوري العام المصري، المنافس هو اللي عنده مشاكل، محدش عطله، محدش ظلمه، حتى القيد اللي كان عليه ازمه في يناير وانا كنت مع القيد ده يتم، تم التسجيل عبر لجنه الاستئناف، تم تسجيل القيد، مفيش حد ابدا عرقل مسيره نادي الزمالك، بالعكس نادي الزمالك وهو رايح يلعب الترجي التونسي تم تاجيل مباراه سيراميكا كليوباترا، انا وانا رايح العب في جنوب افريقيا مع سان داونز تم الرفض تأجيل مباراة المقاولين العرب اللي أثرت بالتأكيد على النادي الأهلي. ربما تعملناش معها بالشكل الأمثل لأننا لعبنا بالشباب، لكن في النهاية أنت بتلعب بطولة الدوري، ما هي دي بطولة برضو محتاج تلعب فيها، وبطولة غايبة عنك بقالك سنتين محتاج تخلصها بدري، لكن إيه اللي حصل؟ رحت مش هقول هي السبب فقط لغير، لكن ما تأجلتش المباراة وتأجلت مباراة سيراميك كليوباترا لنادي الزمالك. موضوع صعب جدا، أتمنى المسؤولين عن كرة القدم ما يبقاش عندهم خجل من ان النادي الاهلي هو اللي بيرفع اسم رايه الكره المصريه خارجيا، على الاقل يسيبوا حاجه يعني تحسب للمنظومه الرياضيه حاليا وهي النادي الاهلي، هو مش عايز مساعدات، سيبوه بس، سيبوه يشتغل وهو هيقدر يحقق الانجازات زي ما حققها سابقا وقت ما كان بيتحط العراقيل بالمناسبه، ده في اوقات اتمنع النادي الاهلي اصلا ولاعبيه من الذهاب لارض الملعب والنادي الاهلي حقق بطولات. فالموضوع سيبوا النادي الاهلي يشتغل، ما تجاملوش النادي الاهلي، عاملوا النادي الاهلي زي اي نادي في الدوري العام، احنا راضيين بالتكافؤ والفرص ده، ولكن لا تعرقلوا مسيره النادي الاهلي. يمكن كابتن حماده عبد اللطيف وانت بتسمعه كده امبارح، انا شخصيا باخشى ان هذه العقليه تكون موجوده عند المنافسين، والله بتكلم بجد، يعني انا اللي طول الوقت من الناس عموما بيعيش في اوهام او بطولات وهميه يصنعها لنفسه او يرتضي بالخساره ويرتضي ان مكسبه يكون في سقوط المنافس او يصدق هذه النوعيه من الشعارات ويكتفي، انا بيبقى عندي حقيقه فرحه بيه لان طول ما هو موجود بيساعدك، انما هذه النوعيه على طريقه كابتن حماده عبد اللطيف ده تخشى منه، ليه؟ لان هو طول الوقت في كلامه أولا بيكون موضوعي، ولكن في اللحظة دي هي لحظة مصارحة ما تخرجش غير في لحظة اتزان نفسي، إن أنت تيجي وفي عز خسارتك تستشهد بالمنافس مش بحد بعيد، لا تروح للمنافس
وتقول ازاي هو ما فيش في ثقافته فكره ان هو يكتفي من البطولات. اه وارد بيقع، ولان كره القدم في العالم كله فيها الاستثناء ده، ولكن هو عنده من الدوافع ان تخليه طول الوقت قادر يرجع تاني. وانا عشان كده بقول يا جماعه دي الصوره الذهنيه، ده شعارنا في الحلقه. تعال شوف مهند الجالي، رفيق حليش، تعال شوف تصريحات كابتن حماده عبد اللطيف. هو ده، انت فاكر صورتك الذهنيه دي بنيتها في بطوله فاتت؟ بنتها في البرونزيتين الاخيرتين اللي خدتهم؟ بنتها في حقبه مانويل جوزيه؟ بنتها مع بيتسو موسيماني؟ لا طبعا، انت بتبني فيها من 1907 طوبه ورا طوبه ورا طوبه، بتخلق حاجه اسمها المرجعيه التاريخيه للنادي الاهلي اللي تخلي الناس لما تيجي تستشهد تضرب بيك مثال في ثانيه. ده اللي بيحصل، وده اللي المنافسين بيروه، وده اللي حمايتنا كلنا مسؤوليتنا ان احنا نحافظ عليه. ده كان شيء مهم جدا نتكلم معاكم فيه.